اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله ام. النهارده التشكيله والتنوع في المطبخ مطلوب، تنوع في الخضروات، في اللحوم، في البروتين. عندنا مشتقات كتيره ان احنا نقدر نطلع القيمه الغذائيه اللي بيحتاجها كل عناصر الجسم سواء الصغير او الكبير. معانا النهارده الترلي، ترلي اكله جميله فيها تشكيله من الخضار من خير ارضنا مع لحمه مفرومه مع فراخ ايا كان. تعالوا نشوفوا مدرسه الترلي بتتعمل ازاي مع اللحمه المفرومه الضاني بنسبه دهون تقريبا ل 30 ل 40%. معايا النهارده كمان شويه رز بالكاري. رز بالكاري طبعا ده مدرسه، البرياني، المندي، الكبسه. رز بالكاري هنعمله مع الجزر مع فليفر مع توابل لطيفه وجميله، اهم حاجه التوابل العربيه اللي هي بتطغى على الرز بالكاري والطعم العربي. اما الحلو النهارده للامانه بسيط وسهل وانا شخصيا بحبه، تبقى وجبه فطار مدعمه بالبروتين اللي هو عجينه الكريب. عجينه الكريب يعني بروتين من في صفاتها طبعا البيض، الزبده زي ما احنا عارفين، ولكن معايا فراوله. الفراوله دي مش طازه، فراوله مجمده، هخليكي تستخدميها ازاي مع عجينه الكريب وتعملي لاولادك احلى فطار او احلى عشاء لطيف جميل مع كوبايه عصير. مش عايز اطول على حضراتكم لان عندي شغل كتير في الحلقه بجد، وفيها افكار طهويه اكتر ما هي قيمه غذائيه عاليه كمان، وفي نفس الوقت كمان القيمه الماليه نقدر ان احنا كلنا نعمل الحاجات ديت بطريقه بسيطه وسهله. استاذن حضراتكم نطلع فاصل صغير او هتروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. انا عايزك تخش المطبخ كده رايقه وفايقه باقل تكلفه ممكنه، ممكن تقدري تعملي طبق مختلف ومتميز وفي وسط العائله تبان انك انت شطوره في المطبخ. يعني نفس الكلام، معانا لحمه مفرومه، معانا جزر، ومعانا كوسه، ومعانا بطاطس، عصير طماطم. التركيه بتاعه المغازي لعمل طاجن ترلي باللحمه المفرومه مع معلقتين من الشعريه، هتستخدمهم ازاي وهنضيفهم ازاي؟ الكلام ده هنشوفه في تفاصيل الاكله بتاعتي. معانا لحمه مفرومه ومعانا جزر وكوسه وبطاطس وشعريه وبقدونس وبصل وتوم، مكعبين من الزبده وزيت لتحمير الخضار. تعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. بنقطع البطاطس مكعبات صغيره بالشكل ده كده. اللحمه المفرومه طبعا بنعمل كفته عاديه خالص ولكن بتفرمها ناعم جدا. انا عايز اللحمه المفرومه فرمتها طبعا في الفاصل ناعم جدا. باخد البطاطس بالشكل ده كده تحميره في قلب الزيت. دايما لما تقشري بطاطس يا ست الكل يا امي دايما تحطيها في ميه، لعل وعسى نتعزم على الغدا نتاخر شويه في المطبخ تبقى البطاطس هنا ان احنا ما خسرناهاش وحافظنا على شكلها ولونها. بطاطس بالشكل ده كده بنحمرها شويه في الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا مع السلامة. تشكيلة الخضار بتاعنا الكوسة بنقطعها نفس التقطيعة تقريبا. الترلي لوحده مدرسة، البعض بيدخل فيه القرع العسلي، بيدخل فيه أنواع من الخضار كتيرة، فلفلة ملونة حسب الرغبة. أنت عندك كوسة وعندك بطاطس وعندك ممكن تدخلي سبانخ، حطي فيها مشروم، مشروم بروتين نباتي لطيف وجميل. الكوسه الكبيره بتاخدها نصين بالشكل ده كده. طبعا يفضل ان الخضار بتاعك يكون طازه. واحنا شغالين مع بعض دايما اطباق الخضار بتاعتك تكون متنوعه لان الاطفال على السفره بيحبوا الالوان الحلوه. على قد ما تقدري اهو دي الكوسه، الجزر بالشكل ده كده. انا شخصيا بحب الجزر جوه اللحمه المفرومه مثلا او جوه الصلصه بيبقى طعمه لطيف، سكريات مع حموضه مع فليفر بالتاكيد بيكون له طعم تاني خالص. طب اللحمه المفرومه يا مغازي دي بقى هتستخدمها ازاي؟ هي دي بقى الموضوع وهي دي الحكايه اللي هنتكلم عليها دلوقتي. ده مطلوب، بس خلونا اقطع الجزر ده كده واخلص من المرحله بتاعت التحمير دي كده. بننزل برده في قلب الخضار. يا ويلي يا ويلي، كل ده مع بعضه. يلا مع السلامه. حلو قوي، هنروق الدنيا دي كده اول باول. مطبخك يكون رايق يا ست الكل. وهناخد اللحمه المفرومه دي نقطعها مع بعض دلوقتي كور صغيره كده. المدرسه بتاعت الترل النهارده مختلفه، وقولوا معايا حقوق الطبع لدينا وبس.
هتستخدمها ازاي؟ بحط نقطتين زيت على البلانشة بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده كده. حلو. وعندي حتة اللحمة فرمتها في الفاصل للأمانة عشان صوت الخلاط ما يزعجش حضراتكم. حطيت عليها شوية بهارات. حطيت عليها بصلة ناعمة. باخدها بالشكل ده كده. واعملها زي الايه؟ قد البيضة مثلا. بالشكل ده كده. هتعمل ايه يا عم الشيف؟ دي لا هتخش الفرن تتحمر ولا هتتقلي في الزيت. الطريقة الجديدة دلوقتي هنستفيد بالفليفر بتاع اللحمة مع التوابل في قلب الطاجن بتاع الطرن. طريقة جديدة مختلفة. وعايزك دايما تكوني مميزة جوه العيلة وجوه الأسرة بتاعتك بأنك بتعملي الأطباق ممكن على طريقة المغازي، على طريقة أساتذتنا الشيفية اللي بنشوفهم وكل حاجة، ولكن أنت لازم يكون لك التركاية بتاعتك، ليكي لمساتك في المطبخ. تقولي أنا اللي بعملها وبس، أنا بس اللي بحط روزماري في تحمير اللحمة، أنا بس اللي بحط توم في الصلصة، وهكذا. بالشكل ده كده. بسم الله ما شاء الله ربنا مبارك. عشان ما تفكش منك الكفتة دي ممكن تحط جواها كده معلقة دقيق صغيرة أو معلقتين من البرغل، مفيش مشكلة. تمام زي الفل. معايا صوص طماطم بيغلى على النار، معايا كسرولة. بجيب الكسرولة اللي أنا أقدر أقدمها على السفرة بتاعتي، ده المطلوب. طواجن الطرلي، دايما الطواجن الصينية اللي هتقدمي فيها بتكون هي جاهزة. صوص الطماطم بتاعي بيغلى على النار. نبص على قوامه كده، مخرجنا الجميل فيه الزعتر فيه الروزماري اهو بالشكل ده كده. جبت طماطم ضربتها في الخلاط، بصلاية ناعمة، تومة ناعمة، طماطم متسبكة من الآخر، أو صوص طماطم بتاع البيتزا، صوص طماطم بتاع صينية البطاطس باللحمة، وهكذا اهو. ده جاهز مظبط التوابل بتاعته. أخبار الخضار إيه؟ هو ده اللي أنا عايزه زي ما هو كده. الكسرولة بتاعتي جاهزة اهيت. بسم الله الرحمن الرحيم. تشكيلة الخضار بالشكل الحلو ده كده. الله، إيه الشكل الحلو ده يا عم الشيف؟ إيه الروقان ده؟ خليها هنا كده ونقلب الخضار مع بعضه كده. بطاطس، كوسة، جزر، شوية بقدونس حلوين في قلب الخضار كده، أو ريحان أخضر زي ما أنت عايزة حسب الرغبة بالشكل ده كده. حلو يا عم الشيف. طب اللحمة هنستخدمها إزاي؟ هو ده الكلام. معايا صوص الطماطم بتاعي اللي على النار، النظافة مطلوبة في مطبخك. هناخد صوص الطماطم ده يا عم الشيف نسقطه. حلو قوي الشكل ده كده. الله، دي جديدة يا شيف. يعني نقول صينية خضار بالطماطم؟ لا، نصبر شوية على رزقنا عشان ربنا يكرمنا. متستعجلش على رزقك، جاي جاي. شفت أنا عملت إيه يا ست الكل؟ كل الطماطم دي والخضار ده كده أهو. الله، طبعا طماطم متسبكه ومديها الطعم والفليفر. بهزها هزه كده. شفت الشكل ده كده؟ انا عارف انت بتقولي ايه دلوقتي. شطار شطار يا امي يا اختي يا ست الكل. شفت الجو ده كده؟ كل اللي انا اعمله دلوقتي هاخدها كده. الله عليك، الله عليك وعلى والديك. ودرجه حراره الفرن عندي 180، بدخلها الفرن بالشكل ده كده ونتفرج على احلى صينيه طرلي باللحمة المفرومة بالخضار بطريقة جديدة. شفت الجو ده كده؟ الله. يلا بينا على الفرن، يلا بينا على الفرن. ايه الحلاوة دي؟ عينيا. بيقولوا لي عايزين نطلع فاصل. شفت لازم نسمع الكلام. شفت الروقان ده كده؟ درجة حرارة الفرن كام يا عم الشيف؟ 180. بس لازم اعمل التركية المعتادة دي. زبدة، باخد الزبدة دي كده كده. شفت الجو ده كده؟ هو ده.
دي بتدي لون برونزي للحمه، تديها تيست، تديها طعم، واحنا شغالين كده حته حته صغيره كده على كل قرص من الكفته دي كده عشان التحميره مع رشه زعتر لطيفه. هو ده وش الطاجن التورلي بتاعي اللي انت مش هتلاقيه في مكان ولا في بيت ولا في مطعم غير عندك انت وبس. وانا شغال كده اهو. الزبده دي تفرق يا شيف؟ جربيها بس كده وقولي لي رايك فيها ايه. زي ما انا شغال كده على كل قرص من دول. هي دي التركايه، هي هو ده الجديد. درجه حراره الفرن عندي 180 زي ما هي كده يا عم الشيف. رشه الزعتر الجريئه فين معانا؟ زي الفل اهيت. تمام، شويه بقدونس حلوين، يلا بينا. يلا اللهم صل على النبي. هو ده. دي مكانها فين في الفرن بقى؟ اذا عند الخضار تقريبا نص سوا، صوص الطماطم بتاعي متسبك وزي الفل، درجه حراره الفرن عاليه معايا، الكفته هنا عايز احمرها بطريقه شيك وتاخد الشكل البرونزي، هندخلها مع بعض الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم، حاجه جديده. بسم الله الرحمن الرحيم، وباين الخير فيها. اول ما تقدمها لضيوفك كده بيبقى الكفته ايه الصوره الحلوه دي؟ صوره فيها محتوى علمي، محتوى طهوي، من الفكر الطهوي والابداع الطهوي. خلونا ناخد بعدينا وناخد فاصل صغير، ولكن مهم جدا قبل الفاصل، صينيه زي ديت فيها خبره طهويه وفيها كل القيمه الغذائيه العاليه، محتاجه ايه؟ رز بشعريه ولا محتاجه رز ابيض ولا برام رز معمر؟ انا هعمل دلوقتي شويه رز بالكاري، انما حكايه والاول مره اعملهم. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. عدل كل أكلة لها عدلها، زي العروسة في الكوشة كده عدلها بوكيه ورد حلو بيجي هدية. تعالوا مع بعض نشوف صينية التورلي بالخضار. أنا هعمل شوية رز بالكاري دلوقتي، ومدرسة الكاري كبيرة والهنود شطار فيها في إبداعهم للكاري، بما إن هم بيحبوا الكاري. الكاري ده طبعًا تركيبة من التوابل، معانا على الشاشة موجود مع الرز البسمتي، أي نوع رز بسمتي ولكن يفضل الحبة البيضة العريضة. معانا البهارات العربية من اللومي اللي هو الليمون الجاف، والقرفة اللي هي الدارسين، ومعانا كمان المسمار اللي هو القرنفل، وورا رورا، والأساس عندي هنا ويتصدر في قائمة البهارات العربية اللي هو الحبهان الهيل، ويفضل يكون الأخضر. معانا جزر مبشور، ومعلقة فلفلة حلوة، ومكعبين من الزبدة، وبصل، وتوم. تعالوا شوفوا نعمل شوية رز حلوين ازاي عدل الصينية اللي موجودة في الفرن. شوية زيت صغيرين على النار مع قليل من الزبدة. وليه زبدة يا عم الشيف؟ عشان البصلات تتحمر معايا بسرعة، لأن معايا مخرج حاكمني بالوقت فأنا بنجز نفسي. حلو الكلام، أدي البصلاية. بسم الله الرحمن الرحيم، تاخد لون على طول، والبصلية بتاخد لون يا عم الشيف. نعمل إيه بقى؟ هو ده الكلام، السر هنا في التحبيشة دي، السر هنا في الكشنة دي. يا حلاوة. بهارات العربية، بسم الله الرحمن الرحيم، قرنفل، قصدي قرفة خشب، مسمار، لومي، حبهان، ورق لورو، يتحمروا مع البصلة كده وياخدوا لون زي الفل. وكمان دي كمان عشان الحبايب. كل دول يا عم الشيف، كل دول بنقلبهم كده. ثم البصلايه تاخد الشماخه بتاعه البهارات العربيه اللي هي عنوان المطبخ العربي. كبسه من غير التوابل دي ما تبقاش كبسه. مشغول من المطبخ السعودي الجميل من غير التوابل دي ما يبقاش مشغول. برياني من غير التوابل دي ما يبقاش برياني. المندي التوابل دي في سلق اللحم ما يبقاش مندي، وهكذا. نقلب. السليج، المرجوج، الهريس، كل دي اكلات ايه؟ عربيه. معلقه فلفله حلوه. شوف معايا بقى كده. معانا جزر مبشور. رز بالكاري ده لاول مره اعمله بالشكل ده كده، وحقوق الطبع لدينا وبس. الكاري ينزل كده، الله، ونقلب. شفت الجو ده كده؟ هو ده. معايا بوكيه جرنيه، حله بتغلى على النار فيها شويه خضار، فيها بصل، فيها توم بالشكل ده كده. تعلمي الموضوع ده مهم جدا على فكره، خلي الطعم يطلع من بين ايدك العشره. التوم ما يتحمرش، التوم مع الرز ده كده.
دي الكشنة زي ما انا كده شغال. بهاراتنا يا عم الشيف الناعمة، ملح، فلفل اسود، والملح بتاعي اعمل كنترول عليه، شوية كركم، معلقة بابريكا صغيرة انا بحبها دايما في الرز، نقلب كل ده مع بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم. حاضر يا غالي، عينيا امرك واجب. عايز يشوف الصينيه اللي انا دخلتها الفرن اللي شكلها يفرح، بس خلينا احط شقشاء ميه على الخليط ده كده وناخد بعدينا ونروح عند الفرن. الله الله على الريحه الحلوه يا شباب، كاني في الهند. ايه الحلاوه دي؟ شقشاء ميه، شيشة شيشة، بس خلاص. ونسيبهم على النار هسه. ركزي معايا عشان الموضوع ده شيق، موضوع فيه خبرة طهوية. نسيبهم على النار كده، ده رز بالكاري حصريا. نفتح الفرن ونبص على الدنيا معانا اخبارها ايه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا لا، صلي على الحبيب، خش بقلب جامد. شوف الكفتة عامل عمايلها ازاي، ممكن اوريها لحضرتك كده، بص عليها اهي. تفك مين يا راجل يا طيب؟ انت بتهزر ولا ايه؟ قول لي. شوف الزبده اللي انا كنت حاططها على اللحمه عملت ايه؟ شفت الجمال ده كده؟ ادخلها تاني؟ ادخلها تاني. اهي. سيبها طبعا تتحمص زي ما هي كده. نقوم نعمل ايه بقى؟ بيقول لك الكتاب بيبان من اوله. خلي بالك. ننزل دي كده وننزلها على السفره، اول ما نشوف الكفته على وش اللحمه نضرب المعلقه، ننزل تحت نلاقي بطاطس، نلاقي كوسه، نلاقي جزر، نلاقي سبانخ، نلاقي قرع عسلي، نلاقي مشروم، زي ما انت عايزه. هناخد الكشنه اللي احنا عملناها دي يا عم الشيف، ناخد نصها. ناخد نصها، والنص التاني نخليه على جنب. ايه اللي انت حطيته ده يا عم الشيف؟ ده نعناع اخضر عشان ريحه الثوم. زي ما انا شغال كده. نص الكشنه دي ناخدها على جنب دلوقتي بعد التسبيكه الحلوه دي كده. في طبق جانبي. اللهم صل على النبي. ناخد شويه منها اهي زي ما هي كده. اهي هوبا. كمان دول بس. الباقي ده بننزل بالرز بتاعنا. اللهم صل على النبي. اهو شفت ازاي؟ ونقلب الرز كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. شفت الحلاوه دي كده؟ ونخلي الرز يشبع تقليب وبهارات. زي ما انا شغال كده. شفت رز بالكاري حكايه طبعا. شفتي؟ واروقهم كده طبعا. انا ظابط الملح، خلي بالك. عندك شوربه فراخ؟ اهلا وسهلا بيها. عندك شوربه لحمه؟ اهلا وسهلا بيها. زي ما احنا شغالين كده. وعندي هنا بقى الايه؟ البوكي جارني بتاعي، الميه. شوفي بصفيها ازاي؟ هو ده هو ده هو ده. شويه رز بالكاري مش هتلاقيهم غير عندك انت وبس. التقليبه الحلوه دي كده. وهسه اطلع الرز لما يستوي بننزل ببقيه الكشنه دي على وش الرز ونغطيه تاني. يبقى عندنا مرحلتين. المرحلة الأولى بنسيبه ميته تنشف شوية، بعد كده بننزل بالكشنة دي على وش الرز ونغطيه تاني ونقدمه بعد كده. هستأذن حضراتكم نطلع فاصل صغير، ولكن بالأمانة حابب أطلع من هنا من عند الفرن عشان نشوف الخبرة الطهوية والإبداع الطهوي. بيجتمع كله في صينية واحدة فيها قيمة غذائية عالية جدا بتناسب كل أفراد الأسرة. أوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. ايه الحكايه؟ بص على الحكايه، بص على شويه الرز اللي بالكاري، فيهم طعم، فيهم فليفر، فيهم خبره طهويه. الميه نشفت، حلو قوي. هي دي اللحظه اللي انا عايزها. بعمل ايه يا عم الشيف؟ بنزل ببقيه الكشنه اللي هم شويه البصل مع الجزر مع التوابل، واقلبهم كده
والله عندك زبيب اهلا وسهلا، بس انا مش حابب الزبيب هنا، لان الاكله دي الزبيب فيها يعني لو يبقى مش محتاجين بقى الكفته، يعني دي بقى الطبق لوحده كده مع عصاره الزبادي بالخيار، ودي وجبه لوحديها. ينفع يا شيف؟ اه لو انت عامله الرز ده بالزبيب بنفس التكنيك ده كده، شويه سلطه الزبادي بالخيار وتعشق. تعالوا مع بعض. تمام، تعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمل عجينه الكريب بالفراوله، وهي بتاع الفراوله. المقادير على الشاشه، مقادير بسيطة وسهلة في متناول الجميع. كوبايتين من الدقيق بياخدوا 2 بيضة، بياخدوا معلقتين من الزيت أو 3 معالق من الزيت اختياري، 1 كوب من الحليب، بنقلبهم مع بعض. بعد التقليبة الحلوة الفراولة يا فندم، بعد التقليبة الحلوة مع بعض بنعمل إيه يا عم الشيف؟ بنحطهم كلهم مع بعض ونترك الخليط ده كله لمدة 10 دقايق زي الفل. المقادير على الشاشة، الفراولة، فين الفراولة الحلوة؟ فراولة اهي، ومعانا طبعا المقادير دي وبيض وبيكنج باودر ومكعبين من الزبدة. تعالوا نشوف هنعمل ازاي العجينة بتاعت الحلوة. عملناها طبعا عشان اكسب وقت، ولازم تتخمر بالشكل ده كده والقوام ده كده اهي. بتسيبيها في التلاجة وبره التلاجة حسب درجة حرارة المطبخ. دي مكوناتها تاني، اكتبها ورايا. كوبايتين من الدقيق، 2 بيضة، 1.5 كوب من الحليب، نص معلقه فانيليا عشان زفاره البيض، رشه ملح صغيره، معلقتين من السكر، معلقتين زيت او معلقتين من الزبده السايحه. بنقلب كل ده مع بعض يا اختي بالشكل ده كده، يدينا القوام الحلو ده كده. نجيب الفراوله بقى، نجيب تفاح متقطع جاهز معانا زي ما انت عايزه اختياري، ولكن انا حابب القرفه الناعمه مع الفراوله، بتبقى لطيفه وحلوه. باخدها بالشكل ده كده، دي فراوله، بحط عليها رشه قرفه حلوه. حاضر، عينيا عايز يشوف الصينيه اللي في الفرن. خلاص وجب ان انا اطلعها. دي رشه قرفه بالشكل ده كده، واخدها واروح على النار، وربنا يكفينا شر النار. كل اللي انا هعمله يا عم الشيف هعمل ايه بقى؟ اهو باخد كده ايه، بعمل هنا في طاسات في الماركت عند اخواننا بتوع الادوات المنزليه، بتبقى شكلها حلو، ممكن تعملي فيها حلقات بيض، ممكن تعملي فيها عجينه الكريب. بحط الفراوله دي كده، شفت الشقاوه دي كده اهو، شفت الفراوله دي كده اهو، تاني شفت الفراوله دي كده اهو، ده الجديد بقى اهو، شفت الفراوله دي كده اهو، الله عليك. وعجينه الكريب بتاعتي بوزعها بالتساوي اهو، واحنا مع بعض تاني. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ ده فطار. دي وجبه عشاء لاولادنا اللي بيمتحنوا دلوقتي. فيها قيمه غذائيه عاليه جدا. احنا مع بعض اهو، دي عايزه نار هاديه خالص، سيبها كده تستوي، ويفضل انك تغطيها زي الفل. الرز بالكاري اخباره ايه؟ يلا نشوف انتاجك يا عم الشيف. خلصنا كده، اول حاجه هنغرفها الرز بالكاري في السرفيز الحلو ده كده. الشعريه دي نخليها على جنب. جاهز الرز بالكاري، حلو قوي. على فكره ممكن نقدمه مع مشويات. ايه الحلاوه دي؟ بص على الحلاوه، بص على بالله عليك، بص شوف شوف الريحه الحلوه، شوف الشقاوه بتاعت المطبخ. هو ده هو ده اهو اهو، الله. شويه رز حكايه، فيهم الخبره الطهويه، فيهم الطعم العربي، اللهم صل على النبي. يلا هو ده، الف هنا وشفا للي ياكل. الله على عليك وعلى والديك. شويه الرز بالكاري، جرنش بتاعي عود نعناع حلو. عينيا، حاضر، عايز اشوف الكفته اهي يا فندم. بص عليها في الفرن بالله عليك، بص على الحلاوه، بص على الشقاوه اهو، مكانها هنا. عينيا الاثنين، حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. دي موسوعه من العلم الطهوي. نعمين، حاضر. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ نبص مع بعض نشوف عجينة الكريب اخبارها ايه.
يلا كده يا مسهل الحال يا رب. اهي بدأنا من هنا، بدأنا من هنا. صلي على رسول الله. اهو معايا مخرجنا حبيبي، حبيب والديك. اهو اهو فراولة، الا الفراولة. اهي بص على الحلاوة، بص على الشقاوة، بص على الشقاوة بتتقلب. اهي دي جديدة يا شيف والله. تعملها بالتفاح؟ اه. تعمليها بالكيوي؟ اه. تعمليها بالفراولة؟ اه. زي ما هي كده. اهو نغرف الطبق ده كده بسرعة عشان وقتنا خلص. طبق صغير. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الحلاوة دي؟ يلا ممكن تعمل بقى 20 30 واحدة، مفيش مشكلة. عندك الولاد بيحبوا الحاجة دي. اه بسم الله الرحمن الرحيم. والله فكرة يا عم الشيف. مش محتاجة تدخلها الفرن خالص. اهم حاجة الفراولة مع الزبدة زي انا ما بدأت. اهو الله. ممكن تحط عليها عسل، ممكن تحط عليها رشة قرفة، زي ما انت حابة، اختياري بقى. ولكن انا شخصيا احب اكلها كده. اهي رشة القرفة الحلوة دي كده مفيدة للقلب، بتقوي القلب. ده الحلو بتاعي، ببساطة، سهولة، مرونة. جنبي شوية فراولة حلوين، الاولاد بيحبوا الفراولة. الف هنا وشفا. وقدمت طبق حلو فيه فكرة طهوية بطريقة سهلة وبسيطة. قدرت ان انا اعمل حلو شكلا وموضوعا مختلف، وبألف هنا وشفا هنا نقدمه. اللهم صل على النبي. يلا حلقتنا النهارده بساطة، سهولة، مرونة. قدرنا نعمل رز بالكاري بمدرسة المغازي، عملنا صينية الترلي باللحمة المفرومة بطريقة مختلفة، شايفينها ازاي فيها الخير والبركة، والبركة بتاعت الكفتة باينة كده في قلب الصينية زي الفل لضيوفك الحلوين. والحلو بتاعي بسيط وسهل، تكلفته قليلة جدا، كيس فراولة طلعته من الفريزر، عجينة الكريب عملتها في البيت، ولكن الشكل والمضمون مختلف. يعني نقول مع بعض رؤية، فن، إبداع. بتشوفوا كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.